هل يحلم الأطفال الرضع أثناء النوم؟ ينقسم النوم عند البشر وعند أغلب الثدييات إلى عدة أطوار ودورات سيكل، ولعل أهم تلك الأطوار هو دور Rapid Eye Movement RAM، أي حركة العين السريعة، حيث تبدأ معظم الأحلام، ولا يشترط أن نحلم كلما وصلنا إلى هذه المرحلة طور حركة العين السريعة. فقد لاحظ العلماء أن التخطيط الموجي للدماغ في هذا الطور مماثل جدا له عند الاستيقاظ، كما لوحظت زيادة لتدفق الدم في الدماغ مما يدل على نشاطه حينها، غير أن الدماغ في هذا الطور يكون منفصلا عن معظم الجسم والبيئة الخارجية له، لذلك الأمر الأرجح أنه يكون منخرط أكثر في معالجة الذاكرة، وبالتالي من الوارد جدا أن أحلامنا معالجة لذكرياتنا المخزنة. هل يحلم الأطفال الرضع؟ معرفة ما يجري داخل أدمغة الأطفال الرضع أمر في غاية الصعوبة، خصوصا عندما نتحدث عن تجارب ذاتية مثل الأحلام، لأنهم ببساطة غير قادرين على إخبارنا ماذا كانوا يحلمون. لكن ما نعرفه هو أن أنماط نومهم متشابهة لأنماط نومنا، خصوصا في طور حركة العين السريعة من النوم REM. لوحظ أن الأطفال يصلون إلى هذا الطور من أطوار النوم حتى في أثناء وجودهم في الرحم، إذ يختبرون طور حركة العين السريعة طيلة 10 ساعات كل يوم، لتقل هذه المدة بعد الولادة تدريجيا حتى تصل إلى 5 ساعات بعد مرور سنة واحدة. في حين أن مدة طور العين السريعة لدى البالغين لا تتعدى الساعتين، إذن هم ينامون مثلما ننام ونحن، ويختبرون طور حركة العين السريعة كما نختبرها نحن. لكن أن تفترض أن الأطفال الرضع ينبغي أن يحلموا نتيجة لوجود هذا الطور الذي نحلم نحن البالغون في خلاله هو افتراض خاطئ، لأن الأطفال ليسوا نسخا مصغرة من البالغين، فهم لا يمتلكون نفس قدرات الإنسان البالغ ولا نفس الخبرات، حتى إنهم لا يمتلكون صفة إدراك الذات. يظن بعض العلماء أن الأطفال لا يحلمون نظرا لعدم اكتمال نموهم وقلة خبراتهم، فهم لا يختبرون الأحلام مثلما نختبرها نحن البالغون حتى سن 7 أو 8، وهو السن الذي تبزغ فيه هوية الطفل. لكن أي والد يمكنه تبين مرور طفله بكابوس أو حلم قبل سن 7؟ لذا يمكننا القول إن الأطفال وخصوصا الرضع منهم لا يحلمون بمثل وضوح أحلامنا، وإنما تكون أحلامهم أكثر سطحية. فعلى الجهة الأخرى، يؤمن البعض أن الرضع بالتأكيد يحلمون مثلنا، إذ تتم معالجة كم من كبير من المعلومات الجديدة التي يتلقاها الطفل في خلال اليوم، أشياء وأشخاص ومشاعر ولغة والعديد من الأمور. لذا فإن الغرض من أحلامهم مختلف عن أحلامنا. إن عدم إدراك ذاتهم قد لا يؤثر على إمكانية حلمهم، لكنه سيجعل محتوى الحلم مختلف، فهو يعني أنهم لن يحلموا بأنفسهم، أو على الأقل لن يدركوا أن الحلم يدور حولهم في حال كانوا يحلمون. ما هو محتوى أحلام الرضع؟ قد تكون معرفة محتوى الأحلام التي يحظى بها الرضيع بالغة الأهمية، خصوصا في ضوء ما ذهب إليه البعض في ربط طبيعة أحلام الرضيع ومتلازمة موت الرضع المفاجئ. وفقا لدراسة نشرت سنة 1995 في دورية Medical Hypothesis، كما ذكرنا سابقا، من الوارد جدا أن تكون أحلامنا معالجة لذكرياتنا، وبناء عليه افترض الباحثون في تلك الدراسة وجود علاقة بين ذكريات الرضيع وأحلامه ومتلازمة موت الرضع المفاجئ، إذ وجد أن على الرغم من انفصال الدماغ عن معظم الجسم في أثناء النوم، توجد بعض المناطق التي يستطيع التحكم بها بدليل استمرار عملية التنفس على سبيل المثال، أو تبول الطفل على نفسه عندما يحلم بالتبول. لذا يفترض الباحثون أنه في خلال الحلم قد يعالج دماغ الرضيع بعض ذكرياته في أثناء تواجده بالرحم، إذا كان من ضمن ما يختبره داخل الرحم، إلى جانب بقية المدخلات الحسية هو عدم تنفسه. لذا نظرا لعدم اكتمال نموه ووعيه، قد لا يميز دماغه طبيعة هذا الحلم وضرورة تنفسه، فيتوقف عن التنفس محاكاة لما يحدث داخل الرحم. كما ذهب بعض العلماء إلى اعتبار الأحلام لدى الأطفال محاكاة لسيناريوهات خطيرة بغرض اكتساب خبرة أكثر عنها، مما قد يوفر تفسيرا لاختبار الأطفال الكوابيس بكثافة أكثر من البالغين.
حتى الآن لا نستطيع أن نؤكد ما إذا كان الأطفال الرضع يحلمون، ولكن ما نستطيع قوله إنهم إذا استطاعوا أن يحلموا فإن أحلامهم ستكون مختلفة بالتأكيد عنا، وذلك بسبب تجارب حياتهم الغريبة عنا، فلا يوجد لديهم لغة ولا إدراك للذات ولا خبرات سابقة ولا تصور لشكل الحياة، فقط مجموعة من المعطيات والمعلومات التي يحاول عقل الصغير التعامل معها.